معكم في أخبار المنتصف من الرابعة، نبدأها من أبرز ما فيها. البارتي يقترب من 40 مقعدا ببرلمان الأقليم، نتائج الانتخابات تعزز مكانة جيل وتضع الاتحاد تحت اختبار التحالفات. الإطار التنسيقي يوجه دعوة للبرلمانيين، اجتمع السبت المقبل لحسم رئاسة مجلس النواب. اجتماع أمني برئاسة السودان، توجيهات وإجراءات استباقية لمواجهة التهديدات المحتملة. قصف صهيوني واسع يستهدف جنوب لبنان وشرقه، وصواريخ حزب الله تباغت القبة الحديدية فوق تل أبيب. أهلا بكم. مع إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الأقليم تتجلى الصورة السياسية بوضوح، إذ تصدر الحزب الديمقراطي المشهد في أربيل ودهوك، بينما احتل الاتحاد الوطني الصدارات في السليمانية وحلبتشة. وفي التفاتة مهمة حقق حزب الجيل الجديد نحو 300 ألف صوت، مما يعكس تزايد تأثيره في الساحة السياسية. في ذات السياق أكد رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد أن النتائج التي تم إعلانها تمثل 99.63% من أجمالي الأصوات، مشيرا إلى أن هذه النتائج غير قابلة للطعن مع إمكانية تقديم الطعون في النتائج النهائية. ونعلن اليوم النتائج الأولية لانتخابات برلمان الإقليم والتي تمثل نتائج 7,044 محطة للاقتراع العام والخاص، والتي تشكل نسبة 99.63% من النتائج الكلية للمحطات، باستثناء المحطات التي نقلت إلى مراكز التدقيق في المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات بموجب إجراءات الاقتراع والبالغة عددها 26 محطة، حيث بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 72%، وتتضمن إعلان النتائج عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم الانتخابية والمرشحين. كما نود إعلامكم بأن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، وبإمكان التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين تقديم الطعون بالنتائج النهائية ليتم النظر بها وفقا للقانون. في الأثناء أشار رئيس أقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى أن إجراء انتخابات برلمان الأقليم بصورة سلمية يعد نصرا كبيرا يحظى باحترام العالم. بارزاني وفي بيان عقب إعلان نتائج الاقتراع دعا الأطراف السياسية الكردستانية إلى تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار والاقتصاد، مبينا أن الروح التنافسية السلمية والمشاركة الواسعة للمواطنين في عملية التصويت تثبت الإصرار على تعزيز مبادئ الديمقراطية. رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان عقب المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية. الدوبرداني خلال استضافته في نشرة سابقة أضاف أن حزبه الديمقراطي ينتظر باقي الأحزاب للاتفاق وعقد الجلسة البرلمانية الأولى. سوف تذهب كل الأحزاب السياسية بعد المصادقة المفوضية على النتائج النهائية بتشكيل لجان لغرض الوصول إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت، لكن لا أعتقد هذه المرة تكون تشكيل الحكومة بشكل سهل خلال أيام. يتطلب هناك ننتظر الأخوة في الجيل الجديد، في الأحزاب الباقية، الأخوة في الاتحاد الوطني، لقاءات كثيرة راح تكون، نسمع من أحزاب الجديدة اللي حصل على مقاعد.
هناك من صعد عدد الذين مقاعد، هناك من خفض مقاعد، من سوف يشارك، من سوف يكون في جهة المعارضة. ننتظر موقف الأحزاب السياسية في إقليم كردستان للذهاب إلى جلسة برلمان كردستان، ثم الذهاب إلى التصويت إلى الكابينة. أكيد الكابينة هم سوف تتأخر لاختيار الوزراء ورئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، يتطلب توافق من جميع الأحزاب السياسية الكردستانية لغرض إنجاح العملية الديمقراطية في إقليم كردستان والعراق الديمقراطي الكردستاني، ونحترم نتائج الانتخابات الفائز الأول والثاني والثالث وإلى آخره. فاللي يذهب إلى المعارضة نحترم رأيه كيكون معارضة داخل برلمان كردستان، واللي يحب يشارك بالحكومة أكيد هناك نقاط، هناك توافقات سياسية وهناك اتفاقات استراتيجية سابقة. فبالأخير هي الحزب الكبيرين البارتي واليكت هما سوف يكون في الحكومة القادمة في تشكيل مع الأحزاب الأخرى. دعت السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانوفسكي الأحزاب السياسية الكردستانية والمجتمع المدني إلى دعم انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة دون أي تأخير. وقالت رومانوفسكي في بيان أن نجاح العملية الانتخابية في كردستان وتشكيل حكومة جديدة ستعزز من عمل الأقليم جزءا من عراق آمن ومستقر وذي سيادة، مؤكدة مشاركة موظفي البعثة الأمريكية بمراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع الخاص والعام. تصريحات معسولة تدلي بها الأحزاب الكردية لجماهيرها بشأن كركوك خلال كل انتخابات رغم عراقية المحافظة، ملف الحكومة المحلية وطبيعة الصراع الدائري على المدينة، رصدها مراسلنا هناك مهند التميمي. لا مصادفة في تصريحات تكررت على مدى سنين طوال، كركوك قلب كردستان هي تصريحات يراد منها جذب الأنظار لإحداث هزة في الخارطة السياسية لانتخابات إقليم كردستان العراق، والسير على طريق تقوية الروابط في مناطق نفوذ متنازع عليها مثل كركوك. يقول مراقبون لطالما كان الشعار المرفوع من قبل الأحزاب الكردستانية المتصارعة فيما بينها في الصراع الانتخابي المحتدم أن كركوك قدس كردستان، فبالتالي انتخابات إقليم كردستان ستمثل منعطفا خطيرا في المرحلة القادمة، خصوصا وأن الصراع من أجل من سيكون يتصدر المشهد الكردي في بغداد أو في أربيل. هناك ملفات عالقة ما بين الإقليم وبغداد، من ضمنها ملف النفط والغاز والرواتب الموظفين. جميع هذه سوف تفرزها نتائج الانتخابات التي سوف تعلن في الأيام القليلة القادمة. ويرى مختصون في الشأن السياسي إن التفاوض بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي تعتمد على كثافة القاعدة الجماهيرية لكل حزب وعائدية كركوك مع الإقليم، بالرغم من وجود الكثير من المحددات التي تؤكد على عراقيتها، ولا مجال للمزايدات السياسية على حساب المحافظة. يعني كما تعلم السياسة هي عبارة عن أنه الثابت المتغير والمكاسب الكثيرة، والديمقراطي أو الاتحاد الوطني واحدة من عمليات التفاوض الذي يثيرها دائما هو مسألة كركوك، على اعتبار أنه هناك كما قلنا أنه هناك ثقل للجماهير وثقل وامتداد بين كركوك وكذلك الإقليم، وأنها خاضعة للمادة 140. على الرغم من أن عمليات فرض القانون أكدت وعادت كركوك إلى وضعها السياسي ووضعها الطبيعي بانحدارها إلى المحافظة إلى مركز بغداد. ولم تبتعد كركوك عن دوامة الصراعات الحزبية ومكاسب المناصب الإدارية، وبحسب مراقبين فإن ملف الحكومة المحلية لا يزال يترقب قرارا قضائيا حتى تنتهي جدلية طال أمدها. من كركوك مهند التميمي، الرابعة. دعا الإطار التنسيقي أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع السبت القادم لحسم موضوع رئاسة المجلس. وفي بيان بعد اجتماع له شدد الإطار على استمرار العراق في دعمه السياسي عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك الاستمرار بالدعم الإغاثي والإنساني،
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى وضع حد لشغور منصب الرئاسة المهم خلال اجتماع السبت. رأى تحالف نبني أن التفاهمات السياسية وحدها من ستقرر من هو رئيس مجلس النواب القادم. وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي إن الحوارات بين القوى السياسية ومنها السنية مستمرة في ظل وجود حراك نشط بدأ منذ أيام من أجل الوصول إلى توافق بات يلوح بالأفق، وذلك لحسم أزمة رئاسة البرلمان التي ستدخل عامها الثاني، مشيرا إلى أن محمود المشهداني بات الأقرب لشغل المنصب. أكدت اللجنة القانونية النيابية أن المدة الماضية شهدت سحب العديد من الاستجوابات بسبب المجاملات السياسية. وقال عضو اللجنة محمد عنوز إن تلك المجاملات والتوافقات بين القوى الكبيرة ساهمت بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومنحت الحصانة للوزراء، مبينا أن هناك ملف استضافة أي وزير في كابينة السوداني يحتاج إلى موافقة القوى السياسية أولا. كشف مستشار رئيس الجمهورية نعيم الرباعي عن وجود جهات تسعى إلى استغلال ملف العفو العام والحديث عن الإعدامات انتخابيا. وقال الرباعي خلال استضافته ببرنامج من جهة الرابعة أن المطالبات بالعفو العام تظهر مع قرب الانتخابات وتختفي بعد انتهائها. أكو نقطة مهمة أتمنى يصير توضيح لقانون العفو العام، لأن قانون العفو العام ما يتحدث. شنو رأيك بالتعديل مال قانون العفو العام؟ هو لحد ما أعرف يعني صراحة صار قراءتين يعني النتيجة مالت وين نوصل يعني. إحنا على نهاية سنة انتخابية، يمكن راح تبدأ يعني بداية السنة تبدأ الإعلام ويبدأ الحفل الانتخابي، وفي شهر العاشر حسب القانون المفروض تصير انتخابات جديدة. وليش توقيت هذا بالذات؟ يعني هذا صار سنين ما حد حكى وما حد قال وين الإعدامات، وين منو صادق عليها، وين راحت، ليش في هذا الظرف بالذات يعني؟ اي مو انت لازم تجاوبني ليش؟ لا ما انا اقول ليش يعني، احنا في كل نهايه سنه انتخابيه منو اللي متضرر من رئاسه الجمهوريه؟ لا مو منو اللي يريد يضرب رئاسه الجمهوريه؟ لا مو من من هي الجهات السياسيه المختلفه مع رئيس الجمهوريه؟ هنا هي مو اختلاف ولا جهات، وانما هي مجرد دعايه انتخابيه لناس، وان انا دافع على حقوقكم. توقعت اللجنة المالية النيابية وصول جداول موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة استعدادا لإرسالها إلى مجلس النواب. بدوره قال عضو اللجنة مصطفى الجرعاوي إن موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بجداول المالية قبل نهاية السنة المالية. من 64 تريليون دينار إلى 80 تريليون ارتفعت نسبة العجز في الموازنة. الأسباب والتداعيات وخطة الحكومة للتعويض رصدها لنا الزميل أحمد ليث في هذا التقرير. 64 تريليون دينار هي القيمة الافتراضية التي وضعت للعجز في موازنة 2024 التي لم ينفق منها حتى الآن سوى أكثر من 90 تريليونا وفقا للجنة المالية النيابية، لكن سرعان ما تغير العجز الحقيقي ليصل إلى 80 تريليون دينار، والذي أصبح يشكل خطرا ماليا كبيرا على الموازنة الثلاثية بالكامل. ما تم تخطيطه كموازنة 211 تريليون مصروفات، ولكن لم يصرف لحد الآن أقل من 100 تريليون، ونحن على أبواب الشهر 11، يعني بقى لنا شهرين من السنة، وذلك بسبب أن الإيرادات الحكومية النفطية وغير النفطية لا تصل إلى 140 تريليون. هذه السيولة تكفي لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والمصروفات التشغيلية الأخرى، ولكن سيكون هناك عجز في الجانب الاستثماري. الحكومة لجأت في خطة تعويض العجز في موازنة العام الحالي إلى الاقتراض الداخلي،
سعيا إلى سد النقص الحاصل في السيولة المالية من مبيعات النفط الذي أصبح الاعتماد عليها يشكل قلقا اقتصاديا على طبيعة الإنفاق العام لتوتر أسعارها نحو الانخفاض، خصوصا أن العراق أحادي المورد يتأثر بأي هزة مالية تصيبه نتيجة غياب تعددية الإيرادات، يتحدث اقتصاديون. سبب العجز هي زيادة في النفقات، في نفقات الدولة، وهي أي دولة وأي اقتصاد هو النفقات تكون في طبيعتها تكون متزايدة. اقتصادنا اقتصاد ريعي ويعاني من كونه اقتصادا مكشوفا، أحادي الجانب يعتمد على إيرادات النفط غير متنوع، الهيكلية الإنتاجية غير مرنة. الحكومة تحاول أن تغطي الجانبين، جانب الاستثماري والجانب التشغيلي. زيادة الإنفاق وقلة السيولة المالية مسببات رفعت من قيمة العجز الافتراضي في موازنة 2024، وذهبت بالحكومة إلى الاقتراض الذي يحذر منه مختصون لتداعياته المالية الكبيرة على البلد. أحمد ليث بغداد، قناة الربيع. وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بالجهوزية التامة لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها تهديد أمن البلاد. السوداني وخلال ترأسه اجتماع لمجلس الاستخبارات الوطني شدد على ضرورة التنسيق العالي والمهني ما بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشغيلات الأمنية والعملية على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العثور على 5 جثث للإرهابيين قتلوا في ضربة جوية بمحافظة صلاح الدين. وفي بيان ذكرت القيادة أن القوة المنفذة للواجب عثرت على 5 جثث للإرهابيين، أحدها تعود للمجرم ما يسمى أمر قاطع الأبراء المكنى بالبازي، فضلا عن تدمير عدد من الدراجات النارية التي كانت تستخدمها هذه المفرزة الإرهابية للتنقل، وأسلحة متوسطة وخفيفة، وثلاثة أحزمة ناسفة، واعتدة ومعدات لوسائل الاتصالات. لدعم القطاع الصناعي وتشغيل الأيادي العاملة تحرص المعامل التابعة للعتبة العباسية المقدسة على جودة المنتج وفتح خطوط إنتاجية متعددة لتغطية حاجة السوق. نشاهد. في محاولة لإعادة الحياة إلى جسد الصناعة الوطنية يبرز دور هام لمجمع الجود الصناعي التابع للعتبة العباسية المقدسة، والذي يعد الأول من نوعه في العراق، إذ يسهم في تشغيل الأيادي العاملة ودعم القطاع الصناعي في البلاد. 3 خطوط إنتاجية تضمها مصانع الجود، فهنالك مصنع للمطهرات الصحية والبيطرية تنتج هنا، إضافة إلى معمل لصناعة الأسمدة والمبيدات العضوية، وآخر ينتج جميع أنواع المنظفات السائلة والصابون. شركة الجود أخذت على عاتقها تأمين جزء من المستلزمات الزراعية، اللي هي موضوع تأمين الأسمدة الزراعية النوعية اللي تخدم قطاع إنتاج النباتي، وحالياً دخلت في مجال إنتاج بعض المعقمات والمطهرات البيطرية اللي تخدم في نهوض قطاع الإنتاج الحيواني. أنا اليوم من أنتج منظفات وبيعها بالسوق العراقي، العملة الصعبة اللي مضطر أنه أصدرها خارج العراق حتى أستورد منظفات حصرتها، قللت من التدفقات النقدية إلى خارج البلد.
وقد نجح مجمع الجود الصناعي في تصدير أول منتج محلي يتوافق مع على المواصفات العالمية منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى سد حاجة السوق المحلية وتشغيل المئات من الأيادي العاملة والحد من عمليات الاستيراد. اليوم احنا في شركة خير الجود أو قطاع أو أي قطاع خاص، هذا يفتح أبواب للعوائل العراقية وفرص عمل للشباب، وبالنسبة أن هذا تشجيع على المنتج، دعم المنتج الوطني. التنوع في المنتجات التي تلبي حاجة السوق المحلي إضافة إلى تشغيل الأيادي العاملة وإنتاج سلع وطنية تشجع رؤوس الأموال على تبني مشروعات صناعية مماثلة تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرصا للعمل، كما يحد من إنفاق العملة الأجنبية على الاستيراد. علي خالد، قناة الرابعة، كربلاء. قال الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي إن المصالح الأمريكية في العراق ستكون هدفا للفصائل في حال قرر الكيان الصهيوني استهداف الأراضي العراقية. الكعبي في كلمة له حمل الولايات المتحدة مسؤولية قصف الكيان لمراكز تابعة للحشد الشعبي في جرف الناصرة. وأنتم لا غيركم من يمد الكيان الصهيوني بالمال والسلاح والمعلومات والخطط، وتسخرون له الأقمار الصناعية وترسلون له الأطنان من القنابل المحرمة دوليا، وتقصفون اليمن لأنها تمنع وصول السفن للكيان الذي يحاصر أطفال غزة. أنتم من يتصدى لمن يستهدف الكيان في العراق، فأنتم الوجه الخفي للإجرام الصهيوني ورأس الشر والشيطان الأكبر، فلن ننخدع بأكاذيبكم ومكركم، وأننا نعلم أن الكيان قتل سماحة السيد حسن نصر الله بقنابلكم، وأنكم استهدفتم الثلة المجاهدة في جرف النصر لأنهم كانوا يتهيئون لاستهداف الكيان بالمسيرات، ونعلم أنكم أعطيتم داتا مفصلة بالمعلومات التي جمعتموها عن فصائل المقاومة العراقية، وأن الكيان لا يتحرك بسماء العراق إلا بحمايتكم والتنسيق معكم، واعلموا أنكم لن تكونوا بمعزل عن العقاب إن أقدم الكيان على ارتكاب أي حماقة على أرض العراق. كشفت مديرة مكتب الرابعة في بيروت عن إخلاء مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد ادعاء الكيان الصهيوني وجود أنفاق تحته. ومن جهته قال النائب في البرلمان اللبناني فادي علامة إن المزاعم الصهيونية عارية عن الصحة بشأن مستشفى الساحل، داعيا قيادة الجيش اللبناني للكشف والتأكد من عدم وجود أي أنفاق تحته. تنضم إلينا من بيروت مديرة مكتب الرابعة من هناك هبة عياد. أهلا بك معنا هبة، لو تضعينا في تفاصيل إخلاء مستشفى الساحل، ما الذي حدث بالضبط؟ نعم، نحن الآن متواجدون أمام مستشفى رفيق الحريري، وحيث وقعت الغارة بالأمس على محيط سكني في محيط مستشفى رفيق الحريري. طبعا كانت لنا جولة في مستشفى الساحل، سوف تكون هناك جولة مفصلة وتقرير مفصل عن هذا الموضوع، ولكن أعلنت المستشفى أنها أخلتها بالكامل من المرضى والجرحى، وبالتالي سوف نتحدث عن هذا الموضوع في تقرير مفصل. أما حيث نحن نتواجد الآن، حيث لازالت عمليات الإنقاذ والبحث عن الشهداء والجرحى مستمرة في هذه الأثناء. قبل أن أكون معك حوراء، كان عناصر الدفاع المدني يسمعون صوت هاتف خلوي وهو يرن، وراحوا يبحثون عن هذا الشخص. بحسب وزارة الصحة في هذه الأثناء كما ترين حوراء، يعني إنقاذ جثة. نعم، يعني الوضع حساس كثيرا في هذه الأثناء. يعني تم
يعني كما تشاهدون تم مش راح نصور، يعني الوضع حساس جدا ان كان بالنسبه للصحفيين الاجانب الكثر المتواجدون على الاراضي اللبنانيه، والذي كان تم بالسابق كشف احد منهم بانهم يتعاملون على الاراضي اللبنانيه. ولكن اود ان اشير في هذه الاثناء الى ان وزاره الصحه اعلنت عن 13 شهيد، وعمليات الانقاذ لا زالت مستمره في هذه الاثناء. هذا المكان يبعد عن مستشفى الحريري حوالي 300 متر. كان العدو الإسرائيلي قبل أن يقوم بأي غارة يحذر السكان على بعد 500 نعم ما حذر، يعني اللافت في هذه الغارة أنه لم يحذر، ونحن على أبواب مستشفى. واللافت أيضا أنه عندما وجه التحذير لمستشفى الساحل كان ضرب محيط مستشفى الحريري، وكأنه يحاصر القطاع الصحي والمستشفيات في لبنان. بالفعل هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير عندما بدأت في الأحداث في غزة والعدوان الإسرائيلي عليها. إذن كما تشاهدون في هذه الأثناء إسعافات تقوم بنقل الشهداء حتى الساعة. هناك حوالي 6 مباني، كل مبنى يتألف من حوالي 3 طوابق كلهم من المدنيين. بالحديث عن جولة مستشفى الساحل حوراء، أريد أن أشير إلى أن العدو الإسرائيلي تذرع بوجود أنفاق تحت مستشفى الساحل، وبالتالي حدد مداخلها. كانت لنا جولة في داخل الطوابق السفلية في هذه المستشفى للتأكيد بأنه ليس هناك من أنفاق. وهو تذرع أيضا أنه يوجد ملايين الدولارات أو لحزب الله تحت هذه الأنفاق في مستشفى الساحل. وإذا كان فعلا كذلك، لماذا قام بضرب كل فروع قرض الحسن في المناطق اللبنانية؟ إذن هذه هي الأجواء كما ترون. بعد قليل سوف يكون هناك مؤتمر صحفي لوزير الصحة من قلب مستشفى رفيق الحريري. طبعا هناك مطالبات من قبل الطواقم الطبية للمجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القطاعات الصحية وبالتالي المدنيين. يعني هذه هي مستشفى رفيق الحريري كما ترون. على بعد أمتار قليلة تم قصف هذه المنطقة من دون أي تحذير للمواطنين. وطبعا هذا بحسب شهادات حية سوف ننقلها لكم في الفترات السابقة. حوراء، عودة إليك. أشكرك شكرا جزيلا هبة عياد، مديرة مكتب الرابعة من بيروت. استهدف الكيان الصهيوني فروع جمعية القرض الحسن في مناطق مختلفة على امتداد الجغرافيا اللبنانية، تصعيد ينتقل به الكيان إلى مرحلة جديدة من عدوانه، فضلا عن إفلاسه وعدم قدرته على الوقوف طويلا بوجه المقاومة. عشية وصول الوسيط الأمريكي إلى بيروت أموس هوكشتاين، أكثر من 26 بيانا تحذيريا من قبل العدو الإسرائيلي لكل من يتواجد في مبنى قريب من مراكز القرض الحسن في مختلف المناطق اللبنانية. من صور إلى بعلبك، الهرمل، النبطية، الشياح، الطيوني، طريق المطار القديم، 15 مركزا من أصل 32 تم تدميرهم بالكامل. أما وفيما خص المراكز التي تقع في قلب العاصمة بيروت فلم يتم استهدافها إلا أنها خلقت حالة من الهلع. امبارح بس اجى تهديد القرض الحسن، اجى لعنا عدد كبير من النازحين وقالوا لنا بدنا بس هننام هالليله هاي. فجأة صار يقولوا انه بلشت قصف تضرب، تفاجئنا انه كانوا نازلين اعلان هن انه بدها بلش تضرب قرض الحسن، وبلشوا ضرب على كل المناطق الضاحيه. والله كنت فايتي نام، انا مريض عندي اعصاب شوي، سمعت البنات عم بيصرفوا عم يضبوا بيرقدوا، صوفيا ماما قال بدهم يضربوا قرض الحسن. لقيت العالم من تحت ومن الارض لفوق قاعده على الدراج وقاعده بالساحات خايفه صراحه، حاسه بنوع من الرعب. جمعيه مؤسسه القرض الحسن كانت اعلنت في بيان ان المؤسسه اتخذت كافه الاجراءات منذ بدايه الحرب، وهي كفيله بحفظ امانه ودائع الناس وجنى اعمارهم.
ثلاث ارباع الشعب اللبناني بيتعامل مع القرض الحسن، ما بنوسع فيها، ما كنا حطينا اموالنا فيها. اكيد كثير عنا ثقه فيهم، مثل ما عنا ثقه انه المقاومه حتنتصر وحنرجع منصورين ومرفوعين الراس مع السيد، اكيد نحن ما بيروح شيء عندهم. خفنا انه حاطين مصاري وهيك انه ما يروحوا علينا يعني. صراحه انا مش اول مره بتعامل معهم، من 2006 كمان بالحرب تموز كمان نفس الشيء، كنت حاطه دهبياتي ورجعوا ردوا لي اياهم، وعندي كثير ثقه فيهم حتى هلا، لو شو ما صار حتى لو راحوا عندي ثقة فيهم وفداهم يعني صراحة. وفي خضم حديث العدو عن أنه من ضمن تدمير البنى التحتية لحزب الله تدمير جناحه المالي، يذكر أن المؤسسة تقدم خدمات اجتماعية لكل فئات المجتمع وهي ليست ذات طابع تجاري. وبمعلومات لقناة الرابعة فإن عناصر الحزب يتقاضون مستحقاتهم عبر وسائل أخرى منذ بداية العدوان، وبالتالي فإن ضربة القرض الحسن في لبنان هي لضرب الجانب المعنوي لبيئة المقاومة في لبنان. من بيروت هبة عياد، قناة الرابعة. في غزة تحاصر قوات الكيان الصهيوني مستشفيات ومخيمات للنازحين بشمال القطاع وسط قصف كثيف. وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية منير البرش إن الوضع كارثي في ظل محاصرة الاحتلال المستشفيات ولا سيما في ظل المجاعة. يأتي هذا فيما وصف المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا الأوضاع في شمال قطاع غزة ولا سيما مخيم جبالية بالجحيم غير المسبوق، مؤكدا أن الاحتلال قتل مدنيين حاولوا الخروج من مراكز الإيواء. 100 شهداء وجرحى بمجزرة بيت لاهية في شمال غزة، جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الكيان الصهيوني ومجازره المتتالية. نتابع. لقد بات شمال قطاع غزة مسرحاً واسعاً لجرائم الاحتلال المروعة بحق المدنيين والآمنين في بيوتهم، فالاحتلال حول عدة منازل في بيت لاهية لكومة من الركام راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد والعشرات من الجرحى. سكان الحي هذا امبارح وإحنا قاعدين بأمان الله على الساعة 10 في الليل تفاجأنا البركان نازل علينا من السماء، شال الدور بالحي زي ما انت شايف على الطبيعه، شال اللي هو دار عبيد ودار الهندي ودار الشريف ودار الهجين ودار شاهين ودار الجراني، حي سكانه مدنيين اطفال ونسوان. انا فوق ال 60 70 شهيد تحت الردم، تحت الردم اللي هنا وتحت الدور. انا طلعت اخوي واولاده الخمسه من تحت الردم، طلعت بناتي من طابق الفوقيه، بناتي خمس بنات طلعتهم، الردم كان عليهم مغطيهم متر. ويواصل جيش الاحتلال حرب التطهير العرقي والاستئصال والإبادة بشكل واضح في شمال قطاع غزة لليوم 15، وترتفع أعداد الضحايا والمفقودين بعد كل غارة صهيونية على المنازل ومآوي النازحين. فجأنا بزلزال بضرب المنطقة، فالردم كان بقع فوقنا، طلعنا على أصوات النساء اللي بتصرخ والأطفال، فلقينا انه احنا جيراننا تم استهدافهم بقنابل ضخمه جدا، اطنان نزلت على مربع سكني يحوي على مدنيين ونازحين في هذه المنطقه. كل الذين استشهدوا في هذا المكان هم اطفال ونساء ونازحين اصلا فروا من مناطق اخرى من من من, من حم القصف الى مناطق اقل خطوره. مجزرة الاحتلال في بيت لاهية شمال القطاع تأتي بالتزامن مع القضاء على المنظومة الصحية في شمال القطاع، كما قطع الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن المنطقة. لقد حول الاحتلال شمال قطاع غزة إلى بركة من الدماء، فقد ارتكب مجازر تفوق الوصف لينفذ مخططاته الرامية لتهجير الفلسطينيين من ديارهم. مدلين شقلي، قناة الرابعة، قطاع غزة. نذكر بالأبرز. الباتي يقترب من 40 مقعدا في برلمان الأقليم، نتائج الانتخابات تعزز مكانة الجيل،
وتضع الاتحاد تحت اختبار التحالفات. الإطار التنسيقي يوجه دعوة للبرلمانيين اجتمعوا السبت المقبل لحسم رئاسة مجلس النواب. اجتماع نامي برئاسة السودان، توجيهات وإجراءات استباقية لمواجهة التهديدات المحتملة. قصف صهيوني واسع يستهدف جنوب لبنان وشرقه، وصواريخ حزب الله تباغت القبة الحديدية فوق تل أبيب. ختام نشرتنا في رعاية الله.